الازاز بلشت من ايام الفينيقيين بالسرفند، بلشوا يتعلموها من وقت الفينيقيين من جيل لجيل يعني. هلا زمان اجدادي كانوا يعملوها، بعدين جدي، هلا بيي، اخواته واخواتي، اولاد عمي، يعني كلهم ببلشوا بال 12 سنه يتعلموا، لانه هيدي المهنه كثير صعبه، بده الواحد على القليله 5 سنين لحتى يصير معلم. اكثر شيء صحي نحن عم نعمله انه هو عم نرجع نعمل ريسايكل للازاز. في ناس بيعملوا فرز بقلب بيوتهم بيجيبوا لنا الازاز، وفي ناس عندهم محلات الازاز بيرجعوا اللي بدهم كب بيرجعوا بيجيبوا لنا اياهم. التركواز والكحلي بنحط له صبغه بقلب الفرن مع عجينه الازاز، والاخضر والبني بنجيب الانين الاخضر والبني بنرجع بنعمل لهم ريسايكل نفس الالوان. احنا لما ندور الفرن بده يدور 24 ساعة، واقل مرة اقل مرة لازم يكون 10 ايام، لانه بده يومين ليحمى وبيدور على المازوت. هو الفرن مكون من حجر ناري ليحمل حرارة 1400، لازم يكون في بالقليلة 6 معلمين ليشتغلوا بالنهار، لانه في شيء بيشتغل بالنهار الصبح، في شيء بعد الظهر، وفي شيء بالليل. لما الفرن يحمى بيحط الازاز المكسر، بيحطه على درجه حراره 1400، لما يدوب ولحاله بينزل بالفرن على درجه حراره 1200، ببلش الشغل بالقطعه. هو العده مقص وملقط واسطل لينفخ فيه، واسطل مسكر ليكمش فيه. القطعة بده شي ربع ساعة ليشتغل فيها، بس يخلصها بحطها بالمشوى، المشوى فوق الفرن. أول شي بحطها على درجة حرارة 500، بعدين بتنتلي، بعد ساعة بيدفشها بتصير على درجة حرارة 400، بعد ساعة بيدفش من برا، يعني 500 400 300 200 100، كل ساعة بيدفش تنكية لتصير لبرا. برا بدها ساعة لتخلص، يعني بدها 6 ساعات لحتى نغسلها ونبردها ونجهزها لتطلع جاهزة.